الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم إلى يوم الدين أما بعد أحبة الإيمان إخواني وأخواتي سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته وأسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ويجعل التفرق بعده تفرقا معصوما وألا يدع فينا شقيا ولا محروما حديثي في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة في هذه الخطبة التي أسأل الله أن تكون بركة علينا جميعا وأن نلقى ربنا وهو عنا راض وقد أسهم بعضنا بإفادة بعض بعنوان لا تسأل عن نهاية الطريق المهم أن تكون على الطريق مشكلتك ليست فيما إذا لم تشهد الخواتيم المشكلة هل أنت أصلا على الطريق وأنا على الطريق أم لا هذه استنبطتها العنوان جزء من عبارات أو مقال منسوبة لأحدهم غير مذكور الاسم جزاه الله خيرا كائنا من كان وكائنا من كانت سأقرأ جزءا بتصرف من كلام هذا الأخ أو الأخت ثم أعلق تعليقي يقول الكاتب تحت عنوان طريق الحق يقول سمية وياسر وأنس ومصعب وحمزة رضي الله عنهم هؤلاء لم يروا عزا وتمكينا سمية أول شهيدة في الإسلام نحكي في البداية قتلت رضي الله عنها ياسر أبو عمار عذب وقتل لم يروا لا هجرة ولا فتح مكة ولا أحد ولا بدر نهائيا لم يروا بالأسابيع والأشهر الأولى مصعب رضي الله عنه لم يشهد فتح مكة إلا بدخلني ذاكرتي قال لم يروا عزة وتمكينا لم يشاهدوا فتوحات عمر وانتصارات خالد قال لم يشاهدوا ربعي بن عامر وهو يستعلي بدينه أمام ملك الفرس رستم لم يشاهدوها كل هذه حصلت بعدهم بسنوات قال لم يشاهدوا هارون الرشيد وهو يخاطب السحابة ويقول لها أمطري حيث شئت فإن خراجك راجع إلي كناية عن عظم مساحة الدولة الإسلامية معناها المجازي أينما أمطرت أيها السحابة فستمطرين في أرض هي جزء من أملاك المسلمين والضريبة أو الخراج سترجع إلى بيت مال المسلمين لتعود إلى مستحقيها فكان مشهور عنه رحمه الله هارون الرشيد الذين يحاولون إفساد صورته في الإعلام المأجور في الإعلام المأفون تشويه صورته لأنه إيش لا يريدون لمثال قوي أن يكون قدوة لنا ولا لأولادنا تحطيم القدوات واحدة من تحطيم الأمم بالمناسبة تحطيم القدوات واحدة من تحطيم الأمم
الشباب لذلك حينما لا يكون هناك قدوة تتعلق فيها تتعلق بأي شيء آخر، يتعلقون بممثلين تافهين، يتعلقون بممثلين إباحيين، يتعلقون براقصين وراقصات. لماذا؟ لأنه يتم استبدال وغسل الدماء. يكمل يقول لم يشهروا هارون الرشيد، يكمل أيضا يقول هم بدأوا الطريق وماتوا في أوله ولم يصلوا آخره ولم يجنوا ثمار ما بدأوا رضي الله عنهم جميعا. يكمل الكاتب فلا تسأل عن نهاية الطريق، المهم أن تكون على الطريق. يكمل حتى إذا ما مت في على أوله أو في منتصفه لم يضرك شيء، فتكون ممن قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، والمهم وما بدلوا تبديلا. الله يصطفي من عباده من يشاء، بعضهم في البدايات، بعضهم في المنتصف، بعضهم في الخواتيم. هناك أنس اللهم صل على سيدنا محمد سلمان الفارسي، ظواهر الروايات أنه عاش عمرا طويلا جدا إلى درجة أنه رأى بعينيه 120 من أحفاده، وكان أصلا على المجوسية، ثم تهود، ثم تنصر، ثم أسلم، وعاش في الإسلام فترة طويلة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد النبي. في المقابل ياسر وزوجته سمية في البداية مباشرة، سبحان الله. لذلك هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يقول فتكون ممن قال الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إننا نسير على الطريق ونرجو الله القبول، فليست الغاية أن نصل، ولكن الغاية أن نموت على الطريق، والله حافظ دينه، فلنجدد النية في كل أمر وكل ساعة، بل في كل لحظة، فلا نعرف متى الرحيل. تحت ظلال هذه المقالة الطيبة أريد أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بالمعاني التالية، لأنه الهدف الرئيسي أو من الأهداف الرئيسية لخطبة الجمعة هو إيش؟ وذكر. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ننسى، ننشغل، وهذا الوضع هذا حصل حتى نكون منصفين. لذلك أهمية العلم. حنظلة رضي الله عنه من الصحابة كان مرة يسير في الطريق مهموما فرآه أبو بكر فقال معنى الحديث، قال يا حنظلة ما بك؟ قال يا أبا بكر نافق حنظلة، يعني اتهم نفسه بالنفاق، رأى نفسه منافقا. فيقول أبو بكر له لماذا يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله حتى إذا ما سمعنا كلام الجنة والإيمان شعرنا وكأننا نعيش في الجنة، يعني بلغة البسيطة حالتنا الإيمانية عالية جدا جدا جدا. قال فإذا ما تركنا رسول الله وخرجنا يقول قال فعافسنا الضياع والأموال والأولاد، يعني بلغتنا البسيطة اختلطنا بالحياة الطبيعية، أكل وشرب وألو، دير بالك تنساش علبة اللبن نص كيلو الكفتة، ابنك عامل مشكلة في المدرسة روح الحق، وبنتك اتهاوشت مع عطت شعرها، خبطت بالمغيطة، سكرت مش عارف كذا، السيارة بنشرت، طب حياة، جار مصيح علينا، المية بتدلف من المزراب. قال فإذا ما اختلطنا وعافسنا إلى آخر، قال نسينا ذلك كله. يقول أبو بكر إذن، قال إذن أنا منافق. قال وأنا أجد مثل الذي تجد. إذن نافق أبو بكر. فذهب كلاهما إلى طبيب القلوب ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم، فطرحوا عليه القضية مثل ما شرحنا، يا رسول الله نكون عندك فإذا ما سمعنا كلام الجنة وكلام الإيمان والتقى والورع كأننا نعيش في الجنة، تعالونا خلاص لسنا متعلقين بشيء، فإذا ما تركناك حصل كذا وكذا، وخالطنا الضياع والأموال والأولاد وحصل معنا كذا وكذا. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة لو بقيتم عندي كما تكونون عندي أي طيلة الوقت، قال لصافحتكم الملائكة في الطرقات، which is impossible، هذا لن يحصل. كانوا بيقول له طب دير بالك أنت بشر أنت مش ملائكة، أنت مخلوق على ضعف وعندك جوانب تتجاذبك وأنت أصلا في قاعة امتحان، عندك شهوات وعندك لحظات ضعف ولحظات قوة ولحظات
تمكن وعندك جوع وشبع وعطش وعري وتعب وقوه وضعف. قال لو تكونوا انتم لستم ملائكه، انتم بشر ممتحنون كيف تجابهون هذه المصاعب حتى تنال الاجر. معنى الحديث البشر. قال يا حنظله لو بقيتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكه، رح تصيروا ملائكه، واذا صرت ملائكه رح تشوف مين؟ الملائكه اللي زيك، رح تسلم عليهم مرحبا، كيفك يا جبريل وكيفك يا ميكائيل صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا عليهم السلام. وهذا لن هذا عباره كنايه عن انت رايح فين؟ كيف تفكر؟ قال ولكنها ساعه وساعه. تصحيح مفاهيم، بمعنى احنا انا بدي افهم على ماذا انا مقبل على الان. انا ما الذي افعله؟ نحن مطلوب منا ان نبقى على الطريق، لا ان نشهد نهايه الطريق. اثناء السير على الطريق تحت عنوان معركه الوعي لابد ان نفهم ان هذا الطريق ليس طريقا نكون فيه ملائكه. فاذا ما ضعفت اياك ان تجعل حزب ابليس يقول لك انت انتهى وضعك، انت شكل شكل واحد ربنا بيقبله، لا بيقبله غصبا عنك ايها المجرم البعيد. بيقبلني حتى لو اخطأ، يقبلني حتى لو قصر، لاني انا اصلا معجون عجما في موضع الضعف. لولا انكم تخطئون فتستغفرون لاتى الله باقوام يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. تحت نفس الظلال اذكر نفسي واياكم انما الاعمال بالنيات. لا خاف بس يا اخي اتهموني، يا عمي انت تشتغل عند ربنا ولا عند الناس؟ بس ظلموني. ومين قال لك؟ ما في ظلم في الدنيا ولا مين؟ ما هي دار ايش؟ دار ابتلاء الك وعليك. اسمع حتى لو ما قدرتش تاخذ حقك كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. حتى رأيت ابذل جهدك بالقانون باي طريقه بتقدر عليها، لك بس المهم ما تكون ظالم، المهم ما تطلع من هون انت ظالم. تكون ماخوذ حقك ومضروب ومعذب وتاخذ حقك منه يوم القيامه. وتستلذ بعذابه باذن الله لمن ظلمك، ولا تكون الادوار متبدله والعياذ بالله، تكون انت كنت بتعذبه او انت كتب فيه تقرير او انت استطيت على ماله. فاياك. جاءتني قصه قبل ايام حصلت في احدى الدول العربيه على شخص كان سليط اللسان قوي الحجه جدا متمكن. فبسبب سلطة لسانه وقوة حجته وقوة سطوة وجوده الاجتماعي في المنطقة التي يعيش فيها ويبدو أنها منطقة قروية، سطى على قطعة أرض لإنسان بسيط صاحب حق لكنه ضعيف إيش؟ الحجة. مش قادر يدافع عن حاله أمام الناس يعني أكله. راحت الأيام تجي الأيام وله أموال وضياع وعمارات، يموت المعتدي الظالم. أولاده وبناته كلهم يعيشون خارج هذه البلدة والمدينة. واحد متبقي كل ليلة ترى في المنام أباها يعذب في النار ويتوسل أن يرفع عنه العذاب. ترى تقوم فزعة، تقوم ترى فزعة، تقوم ترى فزعة، ولا تعرف ما سبب الأمر. استدعت إخوتها، يا جماعة يأتيني والدي في المنام كل ليلة يعذب في منه. قصة طويلة وماكت شورت، اكتفاجأوا وتوصل على أنهم معتدين وماكل أراضي اللي هم عم يدفعوا منها الآن كلهم جميعا. فذهبوا إلى معتدى عليه المظلوم، قالوا له، طلبوا منه انه قصه، قال والله لا اسامحه. قالوا نعطيك ارضك، قال لا. قال مثلها، قال لا. قال نعطيك العماره في المدينه الفلانيه بكل اجل، قال لا. نعطيك، قال لا، والله لن اسامحه لاني متيقن ان لو كان حيا الان لما اعطاني شبرا من ارضي. فلن اسامحه والله الى يوم القيامه. ثم مات. بعدها فترة ومات وهو لا يسامحه، يعني ايش استفاد؟ طب هنا المهم ليس المهم انا يختم لي وانا على الطريق، على الطريق، طريق ابليس ولا طريق طريق الله سبحانه وتعالى. انما الاعمال بالنيات. قاعدة ثانية اذكر نفسي واياكم، لا يكلف الله نفسا الا تخف. هل هو وسعك؟ احنا مستضعفين الان امثالي وامثالكم. احنا في حدا فيكم يملك جيشا؟ سؤال يرفع ايده بليز. أهناك من يحكم بلدا منكم؟ من يجلس امامي الان هنا في المسجد. في؟ أهناك من يملك قناة فضائية تؤثر على نصف كرة الأرضية مثل فوكس نيوز وسي ان ان؟ في؟ هل تعتقدون أن أمثالنا سيحاسبهم الله لماذا لم يحرر فلسطين؟ بالمعنى السياسي والعسكري والأمني؟ أكيد لا. بهذا المعنى الكبير. معاي؟ صح. ولكن نتم القصة.
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآية الثانية، احنا مش كيف هنقول اترك الثانية. الأولى إعذار لمن لا يستطيع، طيب في المقابل لا يكلف الله نفسا إلا اصبر في الثانية إلا ما آتاها، معناها إيه؟ سيحاسبني الله على ما آتاني. طيب إيش آتاني؟ آتاني أحكي ثلاث لغات. الآن أنتم يا من تسمعوني هناك ما يتحدث الفرنسية بطلاقة والإنجليزية بطلاقة والعربية بطلاقة، حسابه زي المسكين اللي قاعد في البلد بالكاد قادر يعبر عن حاله بربع لغة؟ لا، أتاك لا لغة، تعمل فيها إيه؟ شاتينج وفيديو كلام الأخوات النساء اللي بيقضوا 10 ساعات في اليوم على الانستغرام وعلى كذا، آخر صفرة وآخر كذا وشوفوني وآخر موضة وآخر كذا، وهي بتحكي 4 لغات، يا ويلها عند الله. بتترجم شيء توضح للناس الحق؟ بتدافع عن المستضعفين؟ الآن زي ما الناس خايفين كلياتهم حقوق المرأة في أفغانستان، حقوق المرأة في أفغانستان. طيب يوم 20 سنة بيذبحوا المرأة في أفغانستان، قنابل نابالم بتنزل بيقطعوهم تقطيع، وينكم قلتوا السنة حقوق المرأة في أفغانستان؟ حدا سأل عنها؟ المرأة في بورما كم ألف واحدة قتلت واغتصبت؟ المرأة في الشيشان، المرأة في فلسطين تسحل سحلا، ما شو معها؟ الآن صاحبي حقوق مين؟ طب هذا الكلام أن أترجمه، أن أتحدث به، أن أدافع عنه، أن نتصدق وندفع الأموال لمن يقوم بإنتاجات إعلامية توضح الصورة الحقيقية، أم نريد جميعا فقط يرضى الله عنا سامحوني وأنا معكم فقط لأننا نقف على المنبر ونصلي ونتصدق المسجد لأجل مثلا حمامات المسجد سجاد المسجد؟ الحمد لله عمل إعلامي للدفاع عن الإسلام يا عمي، هذا مش شغلنا إحنا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمل. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله، يا حبيبي وسع مداركك، آتاك الله قوة جديدة لم تكن موجودة في ذلك العصر ستحاسب عليها، مش انك سامحوني كلام إلي أنا، ما ذاك أسلوبي أنا هكذا، مش مكيف على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا حبيبي دير بالك، مش راح يكلفك تحارب فلسطين صح، مش راح يكلفك تناطح ترامب وأوباما صح، بس راح يكلفك إنك تقضي 5 ساعات من اليوم بدل الواتساب والإنستغرام والتيك توك إنك تبحث وتقرأ وتتحدث عن الحق وتترجم وتناقش وتحاور وتدافع، راح يحاسبك إذا عندك الوقت، إلا إذا كنت مشغولا لدرجة لن تأكل إلا الخبز واللبن إلا إذا عملت 16 ساعة، فهذا الله يسامحني ويسامحك. أنا اللي بحكي معاك بتفلسف عليك، نظرت إلى نفسي قبل فترة، يا إخوة إحنا مشغولين بنخطي 3 ساعات على السوشيال ميديا بس نشيك آخر الأخبار، جميعا باقيين في هذه الورطة، نشيك اخر الاخبار بالسياره على الاشارات على السريع بنشيك، واحنا بالطريق بنمشي، واحنا ماشيين طالعين هايكنج بدنا نغير جو، طول احنا ماشيين بنعمل هيك. طب تخيل لو قضينا ربع هذا الوقت بهذا الاهتمام بقراءه او حفظ القران او تعلم التفسير او تعلم لغه جديده او اي شيء ينقذني حينما خرجت روحي عند الله ضمن هذا المجال، هنا في علينا حساب. فلا ندع الشيطان وحزبه يضحكون علينا انه انا اخي نستنى المهدي ليجي والمهدي بيحل المشكله، لا 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 مو لزك بالك، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. الرجاء اذا لم نخرج من الخطبه الا بها فلننتبه لها، دعونا من الا وسعها وخلينا نركز على الا ما اتاها، وكل يعلم ما اتاه الله. من ضمن ما اذكر نفسي واخواني اضعها في الختام، كل القصص التي قد سبقتنا لم يشهدوا النهاية، أجر محفوظ علاقتنا بهم هو الاقتداء. طب احنا عرفنا انه اوكي ممتاز هم ما شهدوش نهاية الطريق، طب ايش علاقتنا فيه واحنا الان؟ احنا على الطريق، علاقتي بهذه القصص إلى آخره، لماذا نذكرها؟ لماذا نذكر؟ القدوة، لأن كل واحد فينا بإمكانه أن يكون عمر وخالد وحمزة وسمية في مكانه. من ضمن الأمثلة التي وضعتها هنا على سبيل المثال، كم منا من يعيش في السجون ويعذب الآن في الدول العربية؟ عدة دول عربية الآن السجون بال24 ساعة، جلد وتعذيب وقتل واختفاء ولا يعرف أحد بهم. تذكر عمار وسمية، وتذكر أن هناك يوم القيامة، وتذكر أن إخوة هؤلاء في الإجرام قال الله عنهم النار يعرضون عليها إيش؟ غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وستقر عينك بهم بإذن الله فاصبر إن لم تستطع الدفع. يذكر ما يعيش مكانة عمر بن عبد العزيز، الله أكبر عمر بن عبد العزيز الذي وزع، طب كم مليار يوجد في المسلمين الآن؟
كم مليونير يجذف من المسلمين بامكانها ان يقف وقفه هارون الرشيد عمر بن عبد العزيز؟ كم؟ ملايين. ملايين. بلاد فقيره جدا بسيطه فيها بضعه ملايين، تجد فيها 5000 و6000 و15000 مليونير، ونسبه الفقر لتحت خط الفقر 95% من سكانها. يا ويلهم على الله. من يملك عشرات الملايين كان بامكانه ان يكون مثل عمر بن العزيز وهارون الرشيد الذي قال. يوجد هناك من الناس من يملك مزارع واموال ومقدرات وبواخر وسفن وحاويات ومشاغل في 5 و6 و7 دول في العالم، اسهم وبورصه، وبامكانه ان يغير على كوكب الارض حياه عشرات الالاف من المضطهدين. ماذا يفعل بها؟ ينمي امواله ثم يخرج منها. وفي هذا السياق قبل ان اختم اتذكر عباره للامام الشعراوي رحمه الله، نسال الله ان يرحمه ويرحم كل العلماء العاملين، حينما يتحدث عن الرزق قال: رزقك ليس ما تملك انما ما انتفعت به، اي ما اكلت وشربت ولبست واستخدمت، اما باقي اموالك هي اموال، افتح قوس الان، انت مؤتمن عليها، ينتفع بها غيرك وانت محاسب عليها. تخيل لو انا عندي 50 مليون، عمليا انا ايش حاجتي اللي بنتفع فيها؟ هل استطيع ان اكل باكثر من $1000 في اليوم؟ هل استطيع؟ لو عندي معده فيل ايش بامكاني اكل اكثر من 5 وجبات وكل وجبه بما يعادل $200؟ ازكى اكل في العالم، $1000 في اليوم اكل. طيب بعد ذلك اعطيني اغلى سياره في العالم، 5 مليون 10 سيارات 50 مليون سياره كذا، انا عندي عشرات الملايين، بدي بقدر باليوم اسوق 50 سياره؟ مستحيل، بدي ادفع سياره سيارتين. بقدر باليوم انتفع من 100 غرفه عندي في قصري؟ هي غرفه واحده سانام بها بالاخير. هل استطيع ان البس اكثر من 1000 جاكيت؟ احتاج ربما لعشرة جاكيتات في السنه كلها، 4 صيفي 4 شتوي 4 ربيع وانتهى. مجمل ما احتاج صرفه وانا ثري ملتي مليونير قد يكون 5 مليون بالسنه. طب لو يكون عندي 5 مليار المال الباقي انا ماذا افعل به؟ هو تحت حسابي وساحاسب عليه يوم القيامه، ماذا فعلت به؟ او انا ميت بالحرام ام مباح وتصدقت وفعلت وزكيت؟ ينتفع به غيري ورثتي وغيره ممن يسرقونني وانا محاسب عليه، اما رزقي هو فقط ما انتفعت به. تخيلوا هذه المعاني ان سرنا عليها وتحت ظلالها واقتدينا بها، عنوان خطبتنا ماذا كان؟ لا يهم ان تشهد نهايه الطريق. أخي الكريم، مش مشكلتي مشكلتك أن نرى تحرر كل دول المسلمين ولا رفع للضحايا، قد لا نشهد لأنه كبار صحابة لم يشهدوا، المهم أن نكون على الطريق في اللحظة التي يأتي أمر ربي وربك لنخرج نكون مستعدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء وإمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.